السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في مصطلحات طبية ترمينولوجي بتاع الصف الأول. معاك أستاذة سارة سعيد، مدرسة في مدرسة تمريض دار الشفا. إن شاء الله هنبدأ دلوقتي بيونت 1. يونت بيتكلم عن النيرسينج، يونت جميلة وسهلة وإن شاء الله نفهمها كويس مع بعض. أول سلايد بتقول يعني إيه نيرسينج. نيرسينج إز ديسيبلين، يعني إيه ديسيبلين؟ يعني نظام focused on، يعني بيركز على assisting individual ان هو يساعد ال individuals الافراد او families العائلات and the communities وكمان المجتمعات in attaining and re-attaining ان هم يحافظوا maintaining optimal health and function، يحافظوا على الصحة بتاعتهم تكون كويسة جدا والوظائف بتاعتها تكون كويسة. تمام. modern definitions of nursing، في بقى تعريف جديدة للتمريض defined، عرفت بان هي it is a science and art، يعني هو علم وفن that focuses on، بيركز على quality of life، جودة الحياة as defined by person and families، جودة الحياة بالنسبة للأشخاص والإيه والعائلات. nursing is not only concerned about health functioning، هو بس مش بيختص أو بيركز على الصحة وظائف الصحة، وكمان بيركز على quality of living and dying، على جودة الحياة والموت. تمام. يعني ايه جوده الحياه والموت؟ اللي هو حتى لما البيشنت بيضاي في كمان نيرسينج كير بتتقدم له بعد لما بيضاي. بعد كده عندي نيرسز اند بيبل. نيرسز اند بيبل يعني الممرضات والناس بتتعامل معاهم ازاي. زي ما احنا شايفين النيرسز بتتعامل مع كل الفئات اللي احنا شايفينها، بتتعامل مع الكبير والصغير والاطفال والفيميل والميل كله. The nurse primary responsibility، المسؤولية الأولية بتاعتها is to those people who require nursing care، للناس اللي هم بيتطلبوا ان هم عاوزين رعاية مرضية. ال primary responsibility بالنسبة للنيرس ان هي بتشوف ال people who require nursing care وتقدمها لهم. مين الناس اللي بتتطلب اللي بيتطلبوا nursing care، رعاية مرضية، وتبدأ ان هي تقدمها لهم. طيب بعد كده عندي The nurse in providing care، يعني الممرضة بقى لما تبدأ ان هي تقدم رعاية مرضية promote an environment in which the values، يعني بتبدأ تحسن البيئة المحيطة بيها، للقيم، الكاستمز، الظروف، spiritual beliefs، طبعا المعتقدات الدينية of the individual are respected. يعني هي طبعا لما بتيجي تقدم كير بتحترم القيم والعادات بتاعت كل بتاعت البيبول اللي بتتعامل معاهم، الكاستمز بتاعتها، المعتقدات الدينية بتاعتها، كل حاجة لازم ان هي تحترمها. The nurse hold in confidence، يعني لازم تكون عندها confidence، ثقة، personal information وعندها معلومات طبعا شخصية، and use judgment، وتبدأ تستخدم ان هي تحكم كويس جدا in sharing this information، وان هي تقدر ان هي تعرف ازاي هي هتعمل share الانفورميشن اللي عندها دي، تبدا تدي تثقيف صحي ازاي، تبدا تطلع الانفورميشن اللي عندها ازاي بهيئه تثقيف صحي. بعد كده عندنا النيرسز اند السوسايتي، يعني الممرضات والمجتمع. ذا نيرس شير ويز اذر سيتيزنز ذا ريسبونسابيلتي، يعني بتبدا الممرضه بتشير بتشارك الاذر سيتيزنز اللي هم المواطنين الاخرين ريسبونسابيلتي، المسؤوليه فور انشيتنج اند سبورتنج اكشن، ان هم يبداوا ويدعموا الاكشن تو ميت ذا هيلث، الافعال اللي هي بتحافظ على الصحه، اند سوشيال نيدز اوف ذا بابليك، والحاجات كمان اللي انا عاوزاها في المجتمع زي سوشيال نيد، زي حاجات اجتماعيه انا اكون عاوزاها في المجتمع او سوسايتي اللي انا فيه. طيب بعد كده نيرسز اند كو وركرز، يعني ايه نيرسز اند كو وركرز؟ بقيه الفريق بقى او التيم او العمال اللي شغالين مع الممرضات. ذا نيرس سستين ا كوبريتيف ريليشن شيب، طبعا لازم الممرضه سستين يعني تحافظ على كوبريتيف ريليشن شيب، يعني على علاقه متعاونه مع الكو وركرز ان نيرسينج اند اذر فايلز. The nurse takes appropriate action to safeguard the individual when his care is encouraged by co-worker or any other person. يعني لازم تحافظ طبعا على نفسها وعلى كمان الكووركرز اللي معاها. Nurses and the profession، يعني الممرضة والمهنة بتاعتها طبعا nursing as a professional. The nurse plays a major role in determining and implementing desirable standards of nursing practice،
اند نيرسينج اديوكيشن. يعني ايه؟ بيقول ان الممرضه بتلعب دور عظيم ودور كبير جدا في ان هي ديترماين تحدد اند امبلمنت وتنفذ الديزايربل ستاندرد المعايير المرغوبه من النيرسينج براكتس من التعليم التمريضي العملي وكمان النيرسينج اديوكيشن والتعليم النظري بالنسبه للنيرسينج. A nurse is active in developing a core of professional knowledge. يعني لازم ان هي بتحدث على طول المعلومات اللي عندها. The nurse acting through the professional organization participate in establishing and maintaining equitable social and economic working. طبعا لازم ان هي يكون ليها يعني ان هي تبدأ يعني في انشطة اجتماعية وفي انشطة كمان اقتصاديه وتبدا ان هي تحافظ على مهنه التمريض از بروفيشنال. تكون هي ملمه بكل الجوانب سواء اجتماعيه او اقتصاديه مش بس ان هي بتقدم رعايه تمريضيه. There are other nurses with PhD who are changing their health patterns. يعني ايه؟ يعني كمان بيقول لك ان انت كممرضه ممكن ان انت تروحي تاخدي الدكتوراه وتغيري خالص الهيلث باترن بتاعك، الشكل بتاعك، تغيري الكارير بتاعك وتكوني بتحدثي وتعملي ديفلوبمنت لنفسك. وكده نكون خلصنا اليونت بتاعتنا دي. النيو فوكابولري الجديده اللي ممكن تكون موجوده في اليونت، يونت سهله وجميله وبتتكلم على النيرس واحنا كلنا از ستودنت نيرس لازم نكون فاهمينها وعارفين ايه هي واجبات المجتمع نحو البيبل السوسايتي الكو وركرز. كده نكون خلصنا اليونت 1. ثانك يو، يا رب ان شاء الله تكونوا فهمتوها وتكون محاضره كويسه ليكم وتكونوا فهمتوها كويس. باي باي.